يعني المقص انا اللي كندير وهذا هو اللي باز زوينه السينما. هو كان غيتمقص كله لان تعطى الفيلم دابا. هذا هو الجميل. شوف الجميل في هذه البلاد ان الكوميسيون كاينه ان كوميسيون يعني لجنه اللي كتشوف الفيلم كتقول لك الفيلم واش ياخذ الفيزا ولا ما ياخذش الفيزا. الا مشيتي دابا باش نوضح لان الفيلم انتاج خاص ماشي انتاج ديال المركز السينمائي فدونك تصور عاد شافوه طبعا. وبالنسبة مني ولا هما قراو السيناريو حنا عطيناهم السيناريو قراو وطلبنا منهم باش يعطيونا عطونا الرخصه باش نصوروا. ملي صورنا ما زدنا حنا والو بالعكس داكشي اللي في الحوار في السيناريو كاع نقصنا منه شويه لان داكشي كان مجهد. فقلنا نقصوا شويه ونخليو هذا. وحتى بالنسبه للطايبين الوقت راه كتعرفوا ان الفيلم ما خصوش يكون اكثر من ساعه وهذا ساعه ونص. كاين اللي كيطوال كاين الافلام كطوال ولكن تتكون فيها واحد الفرجه اخرى واحد النوع اخر. حنا باقي ما وصلناش لهذا وهذا يجيب شيئا ما على السؤال ديال صاحبي. ف اولا شفتوا الكوميسيون بقينا كنتسنى نورمالمون كيمشي في العشيه الغد كيعطوك قال لك اودي راه خصنا نعطيوه للمدير يشوف. ويلي وي كنتو مع اللجنه واللجنه الا كان المدير بقاو نشوفوا مع المدير ديريكت. دابا ملي كتمشي عند المدير على شي حاجه تيقول لك خصك خويا راه اللجنه اللي خصها تشوف. حنا دابا مثلا العريشي ملي كتقول لي علاش انا ما كندوش التلفزيون تيقول لك واسي سعيد انا راه ما عندي والو راه اللجنه اللي ما بغاتش. ملي كتمشي عند اللجنه تيقول لك هادشي راه حقيقي تيقول لك اخرى المدير وتتبقى انت بين بون. قلنا ما كاين باس لان ربما الموضوع جديد لاول مره كنشوفوا ممثلين يشخصوا الحكومه اول مره كنشوفوا رئيس الحكومه يشخص في فيلم هذه جديده ما كاين مشكل. تسنينا شويه قال لك لا خصو يشوفوا حتى الوزير وانا تنتقد الوزير وانا نعطي الوزير يشوف. وفعلا بقى كيدور وربي يستر ليه وخرج الفيلم لان انا كنت كنتمنى انه يتحبس لان كنت حبس غادي نحطه في اليوتيوب وغادي نطلب من الجمهور المغربي يعطوني 20 درهم كل واحد شاف ديريكت نجمع فلوس الفيلم. نكذب عليك والله الا جيت كنضربها في الطوموبيل. يعني كان ما كاينش حل اخر نقول لهم انا غندير لكم في اليوتيوب تفرجوا فيه ما غتشوفوش الفرجه السينمائيه ولكن ها هو تفرجوا فيه واللي عجبو الفيلم يصيفط لي غير 20 درهم وغادي نترفح اكثر لان تبارك الله انا عارف المغاربه شفت واش داروا في مراكش المنطقه وكيتلاحوا في الزنقه. يعني المغاربه في هذه المسائل تبارك الله قلت كاين واحد التضامن كاين واحد الحب الحمد لله. وجربتها ملي درت القناه ديالي يوتيوب يعني ملي تحديت التلفزيون وتحديت العريشي ودرت القناه ديالي في 7 ايام كان الكونت ديالي يلاه فيه شي 300,000 ولا مليون وزياده لدرجه ان يوتيوب شكوا يسحبوني شريت سميتو. وهذا كله تضامن ديال المغاربه كلشي تقيد كلشي ولا كيدير جام جام ودخلوا وكذا. يعني حتى ولات القناه ديالي الان وصلت لمليون و600,000 يعني الحمد لله. يعني كندير عمل كلشي كيسق لي الاخبار يعني هذا كيبين ان المغاربه الحمد لله كاين هذا النوع ديال. فلهذا قلت على الاخ بالنسبه للسؤال الثاني كنتي قلتي واحد الكلمه زوينه في الثانيه بالنسبه الجرأه. اش كنقول لك انا لا اعتبرها جرأه. انا اعتبر انني اقوم بواجبي كيف قالت انا اشياء تخرج من هنا من الداخل وربي شهد عليا انني انا الحمد لله انا ما مخصوش عندي الخير ديالي الحمد لله عايش مزيانه ولكن باقي تضرني ملي كنشوف ان فنان وماشي غير فنان كنشوف فنان اعلامي كيف ما كان اي واحد يشتغل في الميدان الثقافي الفني الاعلامي انه خصهم يكونوا في مستوى عالي. الان كنشوفوا اعلاميين اوروبا كيتقاضوا اجور كبيره جدا ملي كنشوفوا كيهضر على الملايير صاحبي. ملي كتشوف اوبرا كاعلاميه كتاخذ اكثر من اكبر ممثله سميتو مدرسه على كدا اش كدير هاد اوبرا كاع. عندنا اعلاميين راه وعار منا ولكن كاينه حريه كاين واحد المساحه كيلعب فيها الاعلامي وكيلعب هكذا. بغينا نشوفوا الاعلامي ما كانش الاعلاميين ديالنا يجيو بالشيافر ويجيو بالطوموبيلات الكبار ويجيو تخلي له فين فرصه فين يخدم وفين يكون مرتاح وانه يمشي يبحث ويقلب ويدير ويجي. الان انا كنشوف بعد حضرت دي كونفيرونس دو بريس الافلام في مصر وحضرت اليوم في سميتو في اللي كيقول لك هما اللي اباء الاعلام وهذا وحضرت في فرنسا قسما بالله الا كاينه اسئله كاين تدخلات بحال هذه ديال الاخوان الا لا ما تلقاهاش تماك. هذا ما تيعنيش اننا حنا ضعاف فكريا ثقافيا فني ولكن ضعاف باش حتى ماديا الحمد لله الخير كاين الا بغينا نخدمو. كاين عندنا سوء النيه اللي خارجه علينا اننا كنضربوا بعضياتنا في بعض الاحيان. انا البارح شفت واحد المأساه في الموت ديال واحد السيده وكيفاش واحد التعامل مع السي عبد العالي الغاوي فضرتني في خاطري فنان كبير. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.